ذلك العنوان العريض الذي تلخصه تلك اللوحة بتلك المفردات البسيطة، تلك المفردات التي هي مخزوني البصري من خلال حياتي في هذه المدينة الجميلة لمدة 25 عاماً. جدة مليئة بتلك المفردات الجميلة، مليئة بالحراك التشكيلي، مليئة بالحراك البصري الكبير، مليئة بتلك الألوان التي يكسوها بياض تلك المباني الجميلة، ممتزجاً بزرقة البحر، برائحة البحر الجميلة. هذا العمل التشكيلي له ارتباط وثيق بالاقتصاد، حيث أن جدة هي بوابة الاقتصاد للمملكة العربية السعودية، هي أهم بوابة، هو ميناء جدة الإسلامي. جدة أيضا مركز ثقافات متعددة، كل الجنسيات نجدها في جدة، نجد ثقافات متعددة، نجد حراك تجاري عظيم في هذه المدينة. حرصت هنا في العمل التشكيلي أن يكون عمل غير مقفل، عمل ممتد أفقيا، ممتد طوليا أيضا. فهذا العمل هذا احنا نتحدث عن نمو، نتحدث عن لا نهاية. أيضا الاقتصاد أنا أرى أنه فيه نمو، أرى أنه فيه لا نهاية. مدينة جدة هي فرصة عظيمة لكل مبدع، فرصة عظيمة للشاعر، فرصة عظيمة للفنان التشكيلي، فرصة عظيمة للكاتب، فرصة عظيمة للمصور، فرصة عظيمة للمسرحي. الخلاصة هي فرصة عظيمة للإبداع.